اني اخلص في شهر شهر ونص كتاب بس ما فهم منه ولا شيء. الله من جايبين لكم رافقين لكم ترك انه يجيكم هنا، والله العظيم انه صادقين. وبيض له وجه كذلك مسلط اللي الفترك ما جاء جاب الحلو والفطاير هذه. هذا الامر الثاني هذا اللي جايبها كلها مسلط زين. احنا مسلط واحد، احنا فريق دعم، احنا موجود. لا تفوكس هو اللي يقول حسبنا احنا مسلط. اسمع الرجال الكلام اكبر من كذا. جعل مسلط الزين لا تشدها يا ابو ناصر. ابشر. الامر الثاني، الامر الثاني الفود ترك كان جاي هنا واحد راسله على الخاص وقال لا تجي اليوم. ما اللي راسله ما نعلم. والله العظيم اني ما ازيد عليكم بحرف. طيب جيب اسمه قول قول علمنا من هو. من هو منه؟ انا ما طلبت اني اقول من هو، ما طلبت اني اقول. يمكنه من المجموعات الثانيه، يمكنه من الجمهور، يمكنه الاعداد، يمكنه انا. بس انا اقول لكم اللي صار عشان بروس كمال العوض. بروس كمال العوض تسلم. ابشروا بالعوض. صلوا على محمد. صلوا على محمد. احنا تجحفنا جحفله ما له وصيف. معذوري يا محمد. مسلط لو انه ما جاب بعد ذا الحلا وحنا بغينا نرده البارحه. معذورين معذورين. وجابه اليوم جعل ربي يطول عمره وابشروا والله بالعوض. ابو حسن والله انكم معذورين يا ابو حسن. يا ابو مانع والله العظيم ان الرجال ذا مخلص مع الفوت ترك والله ثم والله ثم اسمحوا لي بشوي. طيب قولوا له والله بعد قولوا له سهالات يا ابو حسن. انتم مش ملزمكم على الموضوع ذا، تعذروا منا، احنا ما عندنا بيننا وبينكم مشكله. اي والله انت عذر منكم يا ابو حسن. ابو حسن تعذر منكم الناس اللي تعبوا يا ابو حسن. ولا هون ابو هيف ولا هون سعيد ولا مسط ولا فهد ولا الربع اللي قمتوا بالشيء كله. انقل بيض وجهكم بياض الشحم. وكفيت ووفيتوا، والرسالة اللي وصلت الرجال راعي الترك فلا هم سويها واحد نعز الله بالخير لأخوياه، لكن قبيض الله يجيكم بياض الشحم واللي توعما قالوا كفيت ووفيت والله رهيكم، هذا اللي بنقوله. ها قبل شوي احنا قبل شوي نمزح نحسب ان الامور ان فيها شيء ثاني وفيها، لكن ما دام الدعوة كذا لا والله لا بيض الله يجيكم كلكم ومعذورين والدعوة سهلات. والله لا بجنا لا شهد الله اني ودنا ما نجيب شيء يعني انا كنت بجيب ولا الا عشان فوت ترك كل شيء فيه جاهز يا الربع. الرجال ذاك بجيب قال بجيب قال قالوا لا الفوت ترك مكمل كامل يشهد الله عليه يا الربع. قلنا يا ابو عيد دام انتهت اللي الامور زينه الله يبيض وجهك ما الدعوة سهالات. الدعوة سهالات جاهزين وما كبرتوها بالطريقة ذي الا والله انها من طيبكم ومن طيب روسكم. تعال جاي يا عيال بعذرين شباب الله لا هيك ابو هيك على كل حال. شفت ما قلت لكم علبة الوان لا بيض الله يجيكم بياض الشحم. والله ما كان الامر الثاني صلوا على النبي. والله ما كان الترتيب والشهد الله على النبي. والله احنا كلنا لا معكم ما يا اخوان حتى في ناس يعني ينتظرون دخول يا احسن في ناس لا لا يا اخوي يا اخوي انت وجودكم وجودكم عندنا هو اهم شيء. تعوضون وجود عيال عيال احنا مو على شيء مو على شيء بس والله احنا مرتبين له ترتيب عالمي. تعوضون العظيم انه عالمي يا الربع. تعوضون المره لكن ابشروا بالعوض. تعوضون وتسلمون والدعوة سهلات. بيض الله وجهكم ابيض. والله هذه تحتاج لها بعد الامور على كل حال صلوا على النبي. اسمعوا وانتم تاكلون عوال هرش مثل بات. انا ابو سحاب انت والربع هذا بالدكتور هذا تشوفون الدفتر ذا هذا دفتر مجموعتنا. من هذا المنطلق انا دشنه اي كلمه اي اسقاط من ابو سحاب خصوصا راح تسجل هنا كقضيه تمام. والله ودك تسجل من الحين. ما حصل اليوم راح يتم تسجيله وراح نبحث مع الاخ وسلطة العليا أبو سلطان لنبحث وراء الهاتف الذي أرسله أو السناب الذي أرسله لصاحب الفود ترك وراح نجيب حتى لو كان من برا. عرفت كيف؟ حرمكم الله لأن هذه اسمع مع أن خط الفود ترك مفروض ما دقيقة خليك مكلم مع أن خط الفود ترك مفروض ما هو بأي واحد أرسله أنه ما يجي صراحة أكون صادق معكم ولكن صلوا على النبي. بس أنا أبي أبين لكم يا جماعة ترى أقول لك ترى الأمر سهل الأمر سهل بس كلم راعي الفود ترك قول أنت سحبت من نفسك ولا صورنا لا لا هو يا أخي لا عدل يا ولا لا لا لازم خط خط فود ترك مو بأي واحد يرسل مو بأي واحد يرسل له هي تجاوز محوري حرمك الله يا رب فجأة يقول أنا خليه يصور الشاشة شو ذا خله خمس مجحات مسح يقول بكرة يقول بو يرسل له واحد يقول بكرة عند صاحب المخ النير تقول راسه له واحد يقول له مجموعة إذا نصحي قال له مو باليوم عادل احنا قلنا لا تجي بكرة عادل لا يجي بكرة عادل من يعرف طيب يعادل من يدري انك تكلمت اذا اترك صادق وصريح وجيت رساله فعلا هذه هذه الكلام هذه كلام ثاني فهمت لكن الخطا بعد الخطا على اترك ليش يا اخي انت بتفرق معي وجه له بعد الدخل بالثاني خطا ما اترك صادق معك اي نعم. طيب شو من اللي عنده خبر والله نقول عندك عندي من اللي عنده خبر فيهم بالعالم ذي كلها عندنا ترتيبات ثانيه جماعات واجد قربات الدعم كلها الله يبارك الله يجيكم يا ابو الشحم والله يا رجل يشهد الله عليك. والله صدمتوني من اداره من العيال
نعتذر منهم ونعتذر بعد من الناس اللي يعني لا فرد الدعم اللي تعبت احنا تعتذرون منا احنا معكم لكن اذا في عذر تعتذرون من الناس اللي وراكم سمعت والله العظيم لا نعلم اسمعوني يا الربع اما احنا ما بيننا عذر لكن اذا في عذر اعتذروا للناس اللي وراكم منكم اول شيء ومنهم احنا معكم مره عجل هذا من قدر الرياجيل كرم السويت لكن عادل. كرم السويت تلقى حركات وليد مثلان والله ما يسويها وليد ساره هذه حركات دنفوس هذا رجال سال عن النبي تشوفونه بكره ان شاء الله اقسم بالله اللي راسل له وعلى كاميرا وعلى الفود ترك الكلام مكلم الاعداد يقول راسل يقول لا تجي اليوم تعال بكره والله العظيم بس اقسم بالله ضحك ضحك يا وليد والله اي والله العظيم تواصلوا مع الاعداد ليه والله لو ما في فوت اسمعوا محمد اسمعوا محمد عيال تواصلوا مع الدعم اسمعوا لحظه نسقت الدنيا وضبطت الدنيا قال اعطوني رقم اللي هناك تواصل معه اي صار يتواصل معه مع بابا قبالة قبل شوي او احمد قبلين مني له يقول ترى الرجال يقول ماني بجاي يقول راسني واحد سناب وقال لي بكره طيب سهلات طيب سهلات دقيقة سهلات البسناب منهم منه مشتراني خطأ هو ما أدري هو خطأ هو يما أنهم مصورين في السناب وقايل بروح للقناة ما نبدأ ما أدري ولا قال يوم الوكاد الوكاد بيدع ذور ما يذور أبشروا بالعنف هدوا أبشروا بالعنف اليوم الجاي اليوم يومك أقول ترى اسمع خيرين لثلاثة لهم أسلم في خير رابع خير الأول يا أنكم جهزونا عشاء اي ابشر والله بري والله بالعش تبشر بالجنه ابشر والله بري يعني انك تجي ابشر والله بري وعروق ايدي اوه خذ اصبعي الصغير والله ما يحتاج تعرشتك تعرشتك ويا خلاص استخدمه عدسنا اما الخير الثاني كلم الرجال قول انت اللي اعتذرت من نفسك ولا صور شاشه اللي ارسل اي نعم حده طب دقيقه واذا صوره وصار كلام بكره فيديو بكره فيديو اسالوا لا بس ما دخل لا يا الربع بقول شيء عادل نقول سنة بكرة ذا عادل خلي يجي حج على الجمهور أنا حاج الرجال ذا لأني عندي إحساس 50% أنا اكتشفت عندي إحساس يا رجال ها يا رجال أنا جبت صل على النبي صل على النبي عادل اسمح لي صل على النبي أبو سحار أنا اللي طالبك مطلوب عشان طالبك مطلوب أعزك وأغنيك وأقدرك أعزك وأغنيك وأقدرك وش تقول أنت إحساس 50% إحساس سجل قضية سجل إذا هذه أول قضية تسجل في الدفتر 50% لأنه إيش اسمك العصار لأنه وش اليوم تكلمت أنا في الموضوع أبتسم صلوا على النبي من يوم جيت منه محمد زايد ناديتك انت انسان ايوه كان علي حجه ضدك ولكني انسان اخفيتها لك والله لا اظهرها يا ويلك وانا حجك بها صلوا على محمد يدك رجل صل على محمد ايه بك رجلك يد لا انت كذا ضبطتها يدك رجل ليه رجلها يدي شمال وليد 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 على اربع جوال انا مو سحاب كلم بعينك انا اكتشفت يا الربع وليد من كل ماله بالله ازيد طهر ونقاء بالحياه هذه بالله يا الربع في احد يفكر اخو نوير في احد يفكر مجرد تفكير يدق على واحد يقول له لا تجيب وترك بكره والله العظيم قلتها بكره قسم بالله عندك كلام تفاصيل القضيه بس كم ولا انه دنفوس هو مخطي ولا انه المخطي ولا احد مرسل له والله هو الدنفوس أربع كعب أنا ما توصل أنه هو نفسه ما له نفس يجيب قالوا بعد نسأل اللي قال لا تجيب بس كم قاس شوزك الله يكرمك يا وليد 41 أمام قاس شوزك ليه يسجل القضية تحسب إنه بيشتري لي ملابسات أدله يا حسود خله يشتري لي هدية لا 41 صد ترى هذا اللي قال لا تجي تعال بكرة عشان نحاسب حنا الله مقاسدني صغيرة صغيرة مقاسدني إكس 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 موت والله ما جبت كورة قبل والله إن شاء الله في عندك ادله عندك خاتم تبغى خاتم إيه. خاتم وساعه ازرق الله يجوز عليكم يا رجال جعله والله بالعافيه يا ربي كثر خير انا ما فاهم بالله يا كيف الشغل والله فنان كارمل سويت الامانه هذه فنان كارمل سويت ما بحق فايده ايش فنانه ايش اسم المحل هذه كارمل سويت كارمل سويت حط خلاص ابو سحاب بكلمك طيب هذا قوله باقي عندهم حلا زعفران يغنيكم يكثر خيركم محمد زيزي اقسم بالله والله عندهم حلا زعفران جبار وذا كارثه ورق العنب الحلقة فنان ما تحبه يا اخوي نهسم هذا اعتقد وقلاله لا هذا موال ايوه 24